يا اهلا بحضراتكم في الجزء الاخير من حلقه النهارده. الجزء اللي هنقرا ونستعرض من خلاله تعليقات حضراتكم والرسائل المختلفه. احنا طلبنا منكم في اول الحلقه تبعتوا رسائل للاعيبه النادي الاهلي قبل لقاء القمه يوم الجمعه الجاي ان شاء الله قدام الزمالك. وجاءت الرسائل كالاتي. البدايه مع مسعود الهواري بعد يقول باذن الله تعالى الفوز للاهلي الغالي بتشكيل متكون من محمد الشناوي، علي معلول، اكرم توفيق، بدر بنون، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، اليو ديانج، السوليه، افشه، بيرسي تاو، الشحات، وحسام حسن. الملحوظه بس اللي عايز اقف عندها يا استاذ مسعود ان دول قلت لنا 12 اسم، فكرك هيسيبونا ننزل ب 12 لعيب في الماتش ده؟ اشك، لكن قرينا تعليق حضرتك وبنشكرك عليه اكيد جزيل الشكر. سامح الحداد بيقول رسالتي للعيبه النادي الاهلي التركيز ثم الاجتهاد ولكل مجتهد النصيب. ابو عاصم بيقول يركزوا في المباراه ويلعبوا اب تاكتيك وان شاء الله الفوز من نصيبنا باذن الله. ابراهيم المنشاوي يا رب يا عالي انصر الاهلي الغالي بالتوفيق ان شاء الله. ام اميره درغام بتقول الاهلي فوق الجميع، نادي القرن، اعظم نادي في الكون، ان شاء الله الفوز للاهلي بالتوفيق. عادل احمد بيقول العبوا من اجل المجد، انزلوا بروح النادي الاهلي وان شاء الله المكسب من نصيبنا باداء ونتيجه قويه. وختم بيه ولا في غيره يفرحني. عمرو الشحات بيقول وراكم جمهور كبير بيدعمكم ودي حقيقه فعلا وامر واقع. احمد جمال العالمي كل التوفيق لل11 راجل في الملعب وان شاء الله تكونوا على قد المسؤوليه وتفرحونا بالمكسب، اهم حاجه تلعبوا بروح فانيله الاهلي، التركيز ثم الاجتهاد وباذن الله هنكسب. حماده حبيب بيقول نثق فيكم لانكم افضل لعيبه في مصر وان شاء الله الفوز يكون لينا، يحيى الاهلي نادينا العظيم. خالد محمد بيقول عايزين روح في الملعب وان شاء الله هنكسب 4-0. رمضان فلاش 11 راجل في الملعب اهلاوي وافتخر. ربيع محمود المكسب ثم المكسب ثم المكسب، واثقين فيكم وباذن الله مش هتخذلونا. محمد سعد مرزوق بيقول ان شاء الله تفرحونا يا ابطال، كل الدعم وراكم جمهور كبير بيدعمكم. احمد علي الدوري يا رجاله الدوري يا اهلي. علي محمد علي كونوا رجال كما عهدناكم فانتم الافضل وحلق يا نسر الاهلي في العلالي. احمد راتب حسن ثقتنا فيكم ليس لها حدود. عبد الرؤوف احمد يقول اتمنى اشوف كل اللعيبه على قلب رجل واحد ويلعبوا برجوله، يلعبوا بروح الفانيلا الحمراء واحنا كلنا ثقه فيكم وانتوا قدها ان شاء الله. وختم بان هو عاشق للكيان. حسن حفناوي حسن لعيبه الاهلي عارفه يعني ايه النادي الاهلي، نادي بطولات، وعارفه يعني ايه جمهور الاهلي، عشان كده لعب على البطوله، عشان كده لعب على البطوله مش ماتش وخلاص، وبالتوفيق ان شاء الله. احمد السيد بيقول في البدايه شكر خاص لبرنامج 10 الصبح في الاهلي، رسالتي للعيبه النادي الاهلي انتم ابطال بكل ما تحمله الكلمه من معنى وان شاء الله منتظرين منكم لقاء يليق بكم كما عودتونا. نبيل عقيله بيقول العب برجوله او اللعب برجوله وروح الفانيلا الحمراء، وختم بان الاهلي فوق الجميع. واخيرا وليس اخرا مصطفى ابو ضيف بيقول رجاله واثقين فيكم. طبعا احنا استعرضنا مع حضراتكم جانب بسيط من الرسائل الكتيره جدا اللي وصلت لنا، لكن طبعا نظرا لضيق الوقت احنا قلنا بس ايه نقول لكم ما تيسر من التعليقات. انتم جمهور عظيم، والجمله اللي اتكررت في اكتر من تعليق واكتر من رساله فكره ان انتم وراكم جمهور كبير بيدعمكم، فده امر واقع ودي حقيقه ملموسه ومش اليومين دول، دي يعني حاجه من قديم الازل وطول عمر جماهير النادي الاهلي. لو هنتكلم على كواليتي الجماهير وكواليتي التشجيع، لا احنا طول عمرنا في حته تانية، جمهور راقي جدا عارف ازاي يدعم ويساند فريقه من غير ما يعني يجرح في اي طرف تاني. احنا مش عايزين حاجه غير ان فرقتنا تلعب كويس وتكسب، واللعب كويس يمكن قبل المكسب، لان احنا شفنا قبل كده الفتره الاخيره وفي اكتر من مباراه في مباريات يعني ايه فوزنا فيها ولكن الجماهير كانت برضو ايه مزمزقه حبتين. احنا يرضينا اكتر ان احنا نشوف اداء متميز الى جانب طبعا الفوز، وده طبعا اللي اكيد بنسعى له ونتمنى ان شاء الله انه يتحقق، ولا سيما يوم الجمعه القادم لقاء القمه اللي دايما ما بيخضعش لاي حسابات ودايما ليه ظروفه الخاصه، دايما بيكون ماتش ممتع لجماهير الفرقتين الاهلي والزمالك. نتمنى طبعا التوفيق لفرقتنا باذن الله.